الجريحة التي لا تقتل الأم. يعني في قانون عندك، والسلطة اللي موجودة ما هيش بتاعت زمان اللي الأحكام بتاعت القضاء بترميها في الزبالة، لا دي ملتزمة. أهلا بيك يا أبو حميد. أحمد إزيك؟ أنا آسف أنا ما شفتكش وأنت داخل. توخي كل اللي بيعمله فعلا بيهدد الثوره، كمان الاطباء اللي ناويين ما يشتغلوش خالص يوم الثلاث في اي مستشفى هتبقى كارثه. لا هم منظمين الاضراب بشكل كويس في تقديري، وهو عملوا الاضراب بتاع امبارح بشكل كويس، يعني اللي هي الحالات الحرجه والعنايه المركزه وكذا والاستقبال وكل ده شغلوه عادي. هم بس العيادات الخارجيه، في بعض الناس طبعا اتاذت في موضوع العيادات الخارجيه كانت متعلقه مثلا بغسيل كده او حاجات زي كده، طبعا ده مش حلو، لكن عموما هم اداروا الاضراب بشكل كويس ومطالبهم مشروعه ومطالبهم لصالح المرضى قبل ما تبقى لصالح الاطباء، انا مؤمن بده. بس السلاح ده سلاح الاضراب مش مناسب لهذه، استخدموا اسلحه اقل، وخصوصا الانتخابات على الابواب، انتخابات نقابه الاطباء. وبالنسبه لاي كيان تاني، لو النقابه اللي موجوده مش انتوا شايفين انها نقابه عميله ومعينها امن الدوله وتبع الحكومه السابقه وكذا، شكلوا نقابات مستقله، يعني في 6 نقابات مستقله لغايه دلوقتي، وفين واعملوا جمعيات، جمعيات للدفاع مش عارف عن ايه، جمعيات للدفاع عن الطبيب، جمعيات للدفاع عن المريض، جمعيات للدفاع عن المهندسين وعن الهندسه وعن المهنه، جمعيات للدفاع عن العمال، يعني منظمات المجتمع المدني في كل العالم الديمقراطي لها دور اساسي. فاذا احنا ماشيين في اتجاه الديمقراطيه يبقى لازم نهتم بمنظمات المجتمع المدني اللي على راسها النقابات المستقله والجمعيات والمراكز البحوث. ما هو مركز البحوث ده احد منظمات المجتمع المدني، لان بيقدر يقول لك في كام واحد عنده فيروس سي في مصر، في الاسعار ارتفعت الشهر ده الاكل ولا الشرب ولا كذا بنسبه كام، بشكل صادق بشكل انت واثق فيه، لانها منظمه اهليه ما هياش مرتبطه بحكومه ولا حاجه عشان تبقى مرتبطه بالسياسات او بالترويج لسياسات بعيده. فمراكز البحوث والجمعيات الاهليه والنقابات كل الاشكال والاتحادات وكذا، كل الاشكال الديمقراطيه دي هي اسلحه للمجتمع يحارب بيها، مش بس الاضراب. ما احنا ما عندناش غير الاضراب لسه، بقى ايه اللي هو ما شافش وبعدين شاف. اول حاجه نعمل اضراب، ما ايه اضراب، ايه اضراب، ايه اعتصام. لا طبعا احنا معذورين في ده، لان انت لو اي حد قافل عليه اوضه 30 40 سنه وتفتح له الاوضه، طبعا اول ما هيطلع مش هيشوف كويس وهيخبط في الحيطه. في اسلحه كتير للدفاع عن الحقوق، يجب استخدام السلاح المناسب في الوقت المناسب. وفي شيء بديهي ومنطقي ومش محتاج ان الواحد يتكلم فيه، اللي هو التدرج في استخدام الاسلحه. ومش التدرج يعني اعمل القضيه النهارده لو ما حكمتليش المحكمه بكره اقوم مستخدم السلاح اللي بعده. لا، زي اي حاجه لما بتحصل بتاخد وقتها. امشي في السلاح ده شوية وبعدين ازود السلاح ده، ويبقى عيني على الام انها ما تموتش. كل اللي بيعملوه فعلا بيهدد الثورة، كمان الاطباء اللي ناويين خلاص ده. وطوخي بتكمل، وازاي ضميرهم ما يسمح لهم مش انهم يشتغلوا يوم بحالة ويسيبوا الناس تموت. لا هم مش بيسيبوا، هم عايزين اوضاع العلاج والطب في مصر يتحسن. وطبعا انت متفقه ان اوضاع الصحه في مصر في الحضيض، المريض ما بياخدش اي علاج حقيقي ولا المستشفيات بتقدم علاج حقيقي، وخصوصا طبعا المريض الفقير. لكن معاه فلوس كتير يعني كان في كلمه مشهوره قوي وما زالت على ما اعتقد، ان اللي معهوش فلوس في مصر يموت لانه مش هيقدر يتعالج، لان العلاج غالي جدا والعلاج المجاني لا ما ولا حاجه. فهم بيدافعوا عن قضية نبيلة جدا ومحترمة جدا متعلقة بحالة الحالة الصحية، حالة مؤسسات الصحة، حالة وزارة الصحة، حالة المستشفيات. يعني هم مش بيقولوا ايه احنا عاملين ادوار عشان نرفع اجورنا وفقط، مع ان ده مطلب مشروع
لان الطبيب اللي بياخد 200 جنيه و300 جنيه ده وعايز يتسهري طول الليل ونبطشيات ويعالج وكذا وتعلم ودرس وعمل وعمل وعمل، اللي هو بيجيبه مسباك في اسبوع 300 جنيه دول وياخدهم في شهر، والمفروض ان الطبيب فيلبس نظيف يعني حتى لو هم بيطالبوا بس عن اجورهم فقط رفع اجورهم، فدي لصالح المريض. ما هو الطبيب لو 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 اجره كويس هيقعد ويركز في المستشفى، هو ليه بيسيب المستشفى ويجري يروح قطاع خاص ولا مستشفى قطاع خاص ولا عياده خاصه ولا بتاع؟ عشان الفلوس اللي هو بياخدها سواء في مستشفيات الحكومه او مستشفيات الجامعه او مستشفيات التامين الصحي ما تفتحش بيته ولا تاكل عياله، فلازم يجري شمال ويمين، فلما بيجري ما بيديكي عشر وقته او ربع وقته. طبعا في فلوس يدوهم ولا فيش فلوس يدوهم دي موضوع تاني، بس اقصد حتى لو كانوا بيطالبوا عن اجورهم فقط فده مش حاجه عيب. احنا بنتكلم عن نستخدم انه سلاح في انه توقيت، لان مصر كلها دلوقتي لو مظاهرات واضرابات وافتقاد للامن وقطع طرق ومساجين يحاولوا يهربوا من السجون او من اقسام الشرطه والشرطه مش موجوده وغايبه، وده موضوع لازم نتكلم فيه. ها ده كله يعني مش مناسب ان انت تستخدم سلاح الاضراب، لان احنا قلنا في اسلحه اخرى ممكن ما تهددش الام بالوفاه لا قدر الله. منار كفايه اضرابات بقى كفايه، لازم نشتغل، لازم ندي الحكومه وقت وفرصه طبعا، بس نراقب الحكومه ونضغط على الحكومه ونستخدم اسلحتنا في الضغط. بس نستخدم انه سلاح امتى؟ في المرحله الحاليه اللي فيها افتقاد كبير للامن، افتقاد كبير للاقتصاد، هنستخدم اسلحه معينه بالتاكيد. مش هتبقى اول اسلحه هنستخدمها الاضراب ولا الاعتصام ولا، فياريت بقى كل الناس يعني تفكر بالطريقه دي، ويبقى ده خريطه الطريق اللي ممكن تساعد البلد في انها تستعيد الامن وتستعيد دورها الاقتصادي مرة اخرى. احنا على فكرة جماعة عندنا دلوقتي امكانية ان انتوا تشاركوا بالصوت فقط من غير صورة، طبعا بخلاف ان انتوا تشاركوا بالصوت والصورة. يعني عايز يشارك بالصوت والصورة اهلا بيه بكرة الساعة 10 مساء، واللي عايز يشارك بالصوت فقط دلوقتي اهلا بيه، ياريت يقول لنا ان هو عايز يشارك بالصوت واحنا مستعدين. توخي طبعا هي الحكومه هتعمل ايه ولا ايه؟ مش كفايه مشكله المياه واللي مش عارفين هتنتهي امتى؟ صح طبعا يا توخي، بس كمان الناس يعني ايه تعبانه والناس لها حقوق، وشايفين ان الثوره دي هي شاركوا فيها وضحوا فيها عشان ياخدوا حقوقهم، وده شيء طبيعي، شيء طبيعي ان هم يبقوا مستنيين ان النهارده ياخدوا حقوقهم. احنا قمنا بثوره وضحينا وكذا، فمن حقنا ان احنا بقى ايه اوضاعنا بقى اللي احنا بنعاني منها انها تتعدل، ده شيء طبيعي. فكلهم يطالبوا بحقوقهم ده حاجه احنا مع ده تماما، لكن الكلام للمره المليون استخدم انه سلاح امتى؟ سواء بقى الاخوه اللي بيدوروا على اختهم ها وهيموتوا الام، ولا الاخوه اللي واقفين قدام مسبيرو بيدوروا على حقوقهم هيموتوا الام يعني، ولا دول ولا دول، ولا بقى الاطباء اللي بيدوروا على حقوق لصالح المرضى بس مش بالاضراب. ده تقديري طبعا، واذا هم حبوا يحطوني رقم 151 في القائمه السوداء هبقى انا حزين، لكن ده رايي اللي انا صاصة. من صاصة؟ اهلا بيكي يا صاصة. منار ونبيل وصاصة وطوخي وكل الاصدقاء اللي معانا جوه الشات ولا بره الشات، هنتكلم في موضوع غياب الشرطة، عشان ده موضوع معقد ايضا ومحتاجين. بس انا ممكن استاذنكم لمده يعني نص دقيقه واحده، وانتوا هتوقف عن الكلام وانتوا تقولوا ارائكم من فضلكم عشان نناقش الجزء اللي فات ده قبل ما ننتقل لموضوع الداخليه.
ريت تقولوا لنا ارائكم قبل ما انا اشرب شويه ميه. بس شويه ميه يا جماعه، انا هقوم وهرجع لكم بعد نص دقيقه بالظبط بعد اذنكم. لازم الكل يهدي دلوقتي ويبطل اعتصامات وضربات، عارفين انهم لهم حقوق لكن في طرق تانية ياخدوا بيها. طبعا يا توخي ده كلام جميل جدا. اذا كان في حد حابب يشارك بكره الخميس بالصوت والصورة او بالصوت فقط، ده تطمون انا قريته على انه توخي، واضح ان خلاص بقى التوخي جزء من تكامون. طيب نبيل، انت بطلت تتكلم ليه؟ انتوا في امريكا دلوقتي الصبح ولا الظهر ولا عندكم الساعة كام دلوقتي يا بلبل؟ عندكم دلوقتي ايه مثلا، الساعة 12 الظهر ولا 2 الظهر بعد الظهر؟ فين انت يا بلبل؟ طيب في حد يحب يشارك بالصوت؟ ان احنا ممكن نأجل الكلام بقى في موضوع الامن للمقابلة الجاية ان شاء الله. و ودلوقتي اذا في حد يحب يشارك بالصوت اهلا بيه، او يشارك بالصوت والصورة دلوقتي اهلا بيه برضه. احمد انت فين يا احمد؟ احمد قال ازيك يا سعيد ومشي يروح او بره بقى بره الشات. يعني معظم الناس طبعا متعوده على التلفزيون فبيخشوش يعملوا شات، يعني بيقعدوا بقى من بره كده يحبوا يسمعوا. عبدو ازيك يا عبد؟ انت فين يا عبدو؟ انت فاتك كتير قوي، احنا بادئين من الساعه 10 كلونا في موضوع مهم قوي، بس مش هنقدر نقولهولك تاني الا هناخد ساعه تاني. فالموضوع الجديد غياب الامن، الموضوع الجديد اللي لسه هنتكلم عنه هو غياب الامن. الموضوع القديم اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الساعه اللي فاتت هو كان عن نستخدم أسلحة الدفاع عن حقوقنا امتى؟ امتى نستخدم السلاح الفلاني؟ يعني عندك الأسلحة من أول اللجوء إلى القضاء إنك ترفع قضية وكذا، أو النقابات وتشكل نقابات مستقلة أو جمعيات أو مراكز حقوق أو اللي هي مؤسسات المجتمع المدني تدافع بيها عن حقوقها، أو تعمل مظاهرة أو تعمل اعتصام سلميين طبعا، او تعمل اضراب عن العمل اضراب سلمي ايضا. فدي مستويات من الاسلحه، امتى نستخدم المستوى الفلاني من الاسلحه للدفاع عن حقوقنا في وقت مناسب. وكنا لخصنا كل ده في المثل اللي بيقول ايه، بنضحي بالجنين عشان الام تعيش، مش العكس، مش نضحي بالام عشان الجنين يعيش. يعني مثلا على سبيل المثال، مش عشان كاميليا تعيش حره مصر تولع، الام تموت عشان كاميليا عشان الجنين يعيش. يعني كمان الاخوه الاخباط المسيحيين المصريين اللي لهم حقوق وواقفين قدام ماسبيرو، مش هنصمم على ان الحق الفلاني ده يرجع مثلا القانون الموحد لدور العباده، مثلا قانون متعطل بقاله سنين وكان مقصود انه يتعطل، احنا مثلا عايزين القانون ده يتعمل بقى ويطلع. مش عشان القانون ده يطلع ان ايه مصر تولع. يعني ده ملخص يعني يا عبدو. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبدو. عبدو بيقول لا انا مش معاك. ماشي، قول لنا بقى رايك يا عبدو. كويس، واذا عايز تقول رايك بالصوت والصوره، يعني لو عندك كاميرا جاهزه اهلا بيك، هتخش خلال دقيقتين ولا حاجه، او لو عايز تخش بالصوت بس اهلا بيك، او لو عايز تكتب اهلا بيك. عبدو، موضوع كاميليا هي مصريه ولازم الدوله تحمي امنها. كويس، بس كمل وجهه نظرك يا عبدو. يا توت،
في مبادرة دروس خصوصية مجانية للطلبة، وفي مبادرة علاج مجاني للمرضى برضو، ده مبادرة خاصة بالدكتور، يا ريت نكتب برضو. كمل وجهة نظرك يا عبدو، لأن أنا عايز أعرف وجهة نظرك سواء بالصوت أو بالصورة، صوت وصورة أو بالكتابة. أنت قلت موضوع كاميليا هي مصرية ولازم الدولة تحمي أمنها، ماشي يعني كمل. احنا قلنا يعني اذا مثلنا كاميليا ان هي طفل ومثلنا مصر ان هي الام، مش معقول ننقذ كاميليا ونموت ايه مصر، نموت الام. لا، احنا بنضحي دايما بالجنين عشان الام دي، وما بنقولش نضحي بيها بمعنى ايه نسيبها، لا، بس نستخدم الاسلحة للدفاع عن كاميليا اللي ما تموتش الام، اللي هي مثلا الاسلحه القانونيه، احنا نرفع قضيه وناخد حكم ونصر على تنفيذ الحكم بالطرق القانونيه. انما الاعتصام والاضراب والهجوم على الكنائس وتفتيش الكنائس والكلام ده كله، ده موضوع يخص الدوله، اذا احنا فاهمين يعني اهميه ان الدوله هي اللي تبقى مسؤوله عن امن ابنائها وامن مؤسساتها سواء دينيه او غير دينيه. يعني البلد تولع عشان البلد مش عارفه تحمي كاميليا، عشان ما فيش امن للنساء اللي بيتحولوا للاسلام. البلد تولع يا عبدو، مصر تولع. انا مش عارف يعني، انا مش فاهم انت بتتكلم بجد ولا ايه. مصر تولع عشان خاطر كاميليا؟ منار بتقول مش فاهم، البلد تولع عشان خاطر كاميليا. يبدو ان عبده يعني منفعل بالقضية، فطبعا يعني هنحاول نفهم منه. يعني عبدو انت عايز مصر تولع يعني عشان كاميليا، سواء كانت كاميليا او غير كاميليا، يعني عشان انا يعني انا اموت واروح في 60 داهية ومصر تبقى سليمة، ولا عشان انا، عشاني انا مصر تولع؟ ما كاميليا زي غيرها يعني. طيب يعني ازاي يعني تموت الام عشان الجنين يعيش؟ يعني ازاي ده يا عبدو؟ منار بتقول طب ما هي هتولع علينا كلهم، كلنا بما فيهم كاميليا. عبده بتقول تبقى محروقة اساسا مش محتاج حد يولعها. يعني ايه يا عبده تبقى محروقة اساسا مش محتاج حد؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني لو هي ما عملتش بدورها، مصر ما عملتش بدورها تجاه كاميليا، تبقى دولة محروقة؟ ده اللي انا فهمته. فهي تبقى كده محروقة، اتولعت لوحديها. طيب توخي بتقول لك طب ايه رايك ان كاميليا نفسها ظهرت في فيديو قالت انها مسيحيه هندخلها الاسلام هندخلها الاسلام بالعافيه؟ لا، بغض النظر يا توخي، لان ممكن يقول لك الفيديو ده متزور، ان هم ضاغطين عليها، اي حاجه، بس بافتراض انها مظلومه يعني وانها مضطهده وكل حاجه. اولا ما نسيبهاش، نساعدها، بس نساعدها بطريقه ما تولعش البلد يا عبد. منار بتقول لك البلد لسه بتحاول تشد نفسها. عبده بيقول لو الدولة ما تعرفش تحمي امن المواطن واحد، يبقى ازاي نطمئن انها تحمينا كلنا، وازاي نطمئن انها مش هتولع؟ منار هنحملها ونحمي نفسنا فوق. هنحملها ونحمي نفسنا فوق. ده بتستكمل كلامها، ان لما البلد تولع هتولع بما فيها كاميليا، وهنحملها ونحمي نفسنا فوق طاقتنا. عبده بيقول لا يا منار، دي لو اختك او قريبتك مش هتقولي كده. انا طبعا مش هعلق لغايه ما افهم منك وجهه نظرك كامله يا عبده. عبده بيقول لا يا منار، دي لو اختك او قريبتك مش هتقولي كده. ايه الحوار واقف ولا ايه؟ الاصدقاء توت اللي موجودين بره الشات، يا ريت يشاركوا معانا
عبده رأيه ان البلد لازم تحمي مواطنيها، واذا كانتش عارفة تحمي مواطن واحد اللي هو زي